يلا عيال بدينا. إذا صدمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. شنا عنك؟ الله يسلمك ويبقيك. كيف حالك؟ شلونك؟ طال عمرك أنا حصلت البروشور حقكم. طال عمرك هذا وقت البركة. جمعية بصايد. إي نعم. إيه. فحاب توضح لنا يعني إيش. طال عمرك هذا وقت البركة. جميل اللي تابع جمعية بصايد لتحفيظ القرآن الكريم بمضيلف. ما شاء الله. طبعا الوقف هذا في موجود في الحرم عن القرآن الكريم. ما شاء الله. في يمكن فوق 2000 طالب وطالبة. ما شاء الله تبارك. اي نعم. وهذا رقم حساباته موجود على الشاشة اتوقع. طيب اقدر اتبرع بالجوال؟ اي نعم تقدر تتبرع برسالة من عندي. برسالة. والسهم ايضا 100 ريال قيمة السهم الواحد. طيب ارقام الحسابات؟ ابشر املاها لك. دقيقة. اي بنك؟ تبي اي بنك؟ على ذا هنا تعال. لا تضغط شيء انت الله يجزاك. سجل الراجحي. طيب. 60-80. 60-80. 3 أصفار. 3 أصفار. 48. 48. 160. 160. 80. 80. 10. 10. 13. 13. 0. 0. 27. 27. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. هذا طال عمرك. ايضا فيه بنك البلاد اذا حاب يعني اذا ما عندك بنك الراجحي ايضا الرقم موجود هنا حق البنك البلاد. بنعطيك اياه. هات. 68. 68. 15. 3 أصفار. 3 أصفار. 3 9. 3 9. 1-1. 1-1. 4. 4. 9-9. 9-9. 8-5. 8-5. 1000. 1000. 4. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. الله يعطيك العافية. كم راتب ساهم أنت؟ ساهم في الراجحي وساهم في. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. وبإذن الله أنا يكتمل قريب. بإذن الله. أبشرك الوقت ما عاد بقي عليه تقريبا إلا 15%. ماشي. أكتمل تقريبا 85%. ما يقولون الظاهر 8%. اللي جيت عشان. باقي 8%. إي قبل لا يقفل. الحمد لله. أنا خطوة عتيجة أنا ما كان معي وسائل التواصل الاجتماعي لأني هاي الفترة عشان كذا كنت في المعرض وناسي الشيء هذا. معليش أعتذر. الله يكتب أجرك. باقي 8% وان شاء الله انه بيكتمل باذن الله. انا ودي ان شاء الله انه يكتمل اليوم قبل ما ينتهي سفارتك باذن الله انه يكتمل. وهذا طال عمرك تستاهل الجكيت. هذا تسمح لي لابسك اياه بنفسي؟ طيب تمام. لانك خير صراحه سفير والحمد لله الوقت ان شاء الله يكتمل عليك باذن الله. الله يجزاك خير. الله يفرحكم. واللي مثلك وشرواك يوم يتبرعون يدعمون جمعيات الخيريه يدعمون الخير في الحياه كلها وهي القران. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يكتب ذلك اخوي. جزاك الله خير. تعالي فوز اصبر شوي. إن أغلقت آمالنا في وجهنا أو سدبا ما زال يا دنيا لنا نور تجلى في كتاب فاضت به بركاته وحوى الشفاء المستطاب ولرب سنبلة له تهدى على حرث الدواء فاضت به بركاته وحوى الشفاء المستطاع ولرب سنبلة له تهدى على حرف الثوى بلغت سماء آياته فغدت دعاء مستجاب فإذا بنا من لمحة نمشي ونجتاز الصعاب. ما زال يا دنيا لنا
نور تجلى في كتاب فاضت به بركاته وحوى الشفاء المستطاب ولرب سنبلة له تهدى على حرث الدواء فاضت به بركاته وحوى الشفاء المستطاب ولرب سنبلة له تهدى على حرث الدواء. شغل متخلف فيه خلاص قلتو روح لك شتاء روح لك شتاء روح لك شتاء وكسل جديد وكسل جديد عشان ما بنروح ها وكسل جديد يعني تقيك من الشيء اللي ممكن تواجهه يعني صحيح. في البداية مرينا أول شيء في الحادث فبسبب الصدقة هذه إن الله سبحانه نجاك من مصارع السوء إيه من مصارع السوء الحمد لله نشكره بعدين رحت جهة النافورة أو على إنها بير وما انتبهت له وجاء محمود ولحق علي بعدين طلعت أنا ومنصور أنا إحنا ماشيين جنب بعض ونتقيك من المشاكل والمصايب اللي تجيك يعني احيانا انه ايش يما يجيك واحد يدقك بالغلط ولا في يدخل الشيطان في السالفه ويكبرها ويحط من القبه من حبه قبه فجاوزتها الحمد لله وعلى انه متمشكل اثنين فالصدقه ربما انها تكون سبب من اسباب ايش دفع البلاء فهذا اللي كنا نبغى نوصله جزاك الله خير بيجيكم بيجيكم ان شاء الله باذن الله الوقف لنا اليوم مكتب. بإذن الله أنه بيكتب ما بقى إلا القليل بإذن الله الله يعطيكم العافية تعرف أول ما دخلت علي فعلا بينت لي أن الصدقة تدفع البلاء على الأحداث اللي مرت فيها أول ما دخل كان مبتسم فكان وجهه منور وبشوش أيوة على أنك مهما وجهك أهنيك على هذه المبادرة الأكثر من رائعة يعطيك العافية أنا المتوقع منك يا أبو سعيد الله يسعدك وهي فكرة زي ما تقول ختامها مسك اي وحبينا قبل لا نسلم السفاره نحن نختمها بشيء كذا والله يبيض وجهكم يعطيكم العافيه ولا يهين شكرا حبيبي على كل ما قدم العفو والله يسعد الوجه ان شاء الله انت ابو مسفر الله وجهك انت تعال سعد سعد انتهى بيض الله وجهك وعبد العزيز وده سيناريو انتهى اقعد شوف اللهجه الان ما اعرف اللهجه اليمنيه فضبط اللهجه حسب السياق في شيء الحين ولا نقرا اذكارنا عشان ودنا نسجل اذكار خلاص يلا سعد يا سعد يلا نقرا اذكارنا لا اله الا الله بيض الله وجهكم لا انت ولا انت يا رجال يا عيال لا تنسون تدعون ترى الحين تمطر تكفون ادعوا لا تنسون تدعون ترى الحين